وبشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد رئيس السيسي أنه تم تبادل الرؤى بشأن عدد من قضايا المنطقة، خاصة سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقال الرئيس السيسي أنه بحث مع نظيره الصربي تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات دول العالم. وعلى الصعيد الدولي تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. وفي هذا الصدد يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.